سبل او خطوات اتحاد الكره في تطوير كره القدم في مصر. وانا عارف ان انتوا، وانا قلت الكلام ده حتى يوم ما منتخب مصر خسر المباراه الماضيه امام الكونغو، قلت كل الاشخاص اللي موجوده في اتحاد الكره ناس محترمه جدا، بس بصراحه وما اكذبش عليك يا دكتور عياب وانا هفضفض معاك، يعني ما شفناش حجم تطور كبير في كره القدم المصريه. وانا متاكد زي ما انت دافعت دلوقتي عن الكابتن حازم امام ويستحق هذا الدفاع، انتوا كلكم تعرضتوا للهجوم، وفرصه دلوقتي توضح هل اتحاد الكره خد خطوات، هل اتحاد الكره عندونا قصد حتى اثر في بعض الاشياء والمفروض يشتغل عليها الفتره اللي جايه، عشان تبقى فرصه كمان الناس تسمع انتوا بتشتغلوا ازاي وممكن تعملوا ايه الفتره اللي جايه. يعني انا سعيد جدا بالسؤال ده، وانا بقول لك بكون مستمتع جدا بحواري معاك. يا رب يخليك. دايما احب جدا الحوار لما يكون موضوعي، مش الهجوم من اجل هجومه فقط، انتقدني فنيا وقول لي انت مقصر في دي والمفروض تكمل في ده، فبكون سعيد جدا. زي ما انت قلت كريم، التطوير ثماره ونتائجه لا تاتي ما بين يوم وليله، وتتفق معايا اكيد في الموضوع. صحيح. عشان تعمل تطوير لاي منظومه بياخد وقت لغايه ما يبتدي ياتي بثمار. تعال نتكلم في منظومه كره القدم، هي عباره عن لاعب وعباره عن مدرب، تمام، الى جانب الامور الاخرى. انا فيما يتعلق باللاعب عشان ابدا عمليه تطوير لازم تكون من المراحل السنيه الصغيره، عمر ما هطور من فوق زي ما حضرتك عارف. مظبوط. فالبدايه لازم تكون من خلال قطاعات الناشئين اللي موجوده. مظبوط كده معايا حضرتك؟ معاك جدا. لازم تكون بدايه من قطاعات الناشئين. طيب انا جيت لقيت مسابقات قطاعات الناشئين مش هتؤدي الى احداث طفره في كره القدم المصريه. بدانا اول حاجه وقعد مجلس الاداره مع ايضا الاستاذ عامر حسين المشرف على المسابقات، وقلنا لا لازم نشوف حل لمسابقات الناشئين وتطويرها عشان نقدر ان احنا بعد كده تمد المنتخبات باكبر قدر من المواهب المصريه. صحيح. عملنا زي ما انا قلت لحضرتك، قسمنا الجمهوريه الى خمس قطاعات، قطاع شمال الصعيد وقطاع جنوب الصعيد وقطاع بحري وقطاع القاهره الكبرى والقناه والمنصوره اللي هو غرب الدلتا. خمس قطاعات عندنا، الخمس قطاعات دي بدأنا نعمل دوري المناطق، ودوري المناطق ده يعني كل منطقة من المناطق على مستوى الجمهورية بتعمل دوري وبيبقى لها منتخب في كل فئة عمرية. 2005 في كل منطقة لها منتخب، 2006 لها منتخب، 2007 2008 المراحل السنية المختلفة. صحيح. كل قطاع من القطاعات بعد الدوري بتاعه بنلعب بطولة المنتخبات بتاعت القطاع. كل منطقة في عمر مثلا 2008 بتقابل القطاع بتاعها، ست مناطق سبع مناطق بيلعبوا مع بعض. وفي الآخر أعمل منتخب للقطاع على مستوى المناطق، يبقى عندي خمس منتخبات للقطاعات على مستوى الجمهورية بتعمل ما بينهم دوري. معنى كده إيه؟ معنى كده إن كابتن وائل رياض لما مسك منتخب 2005، يعني هو مسك وسافر على طول للدورة الودية، بعد ما رجع عمل إيه؟ بدأ يلف الجمهورية من خلال المنتخبات اللي موجودة ومن خلال الدوريات. اتعمل بطولة للقطاع بحري في اسكندرية، اتعملت بطولة في قطاع شمال وجنوب الصعيد في القاهرة الكبرى. فالكابتن وائل خلال الفترة الماضية اتفرج على أكثر من 500 لاعب على مستوى الجمهورية عشان يختار منهم منتخب 2005. نفس الأمر كابتن أحمد الكاس عنده يوم الجمعة والسبت والحد القادمين شمال وجنوب الصعيد. فدلوقتي أنا بدأت أطور من قطاعات الناشئين من تحت. لكن المشكلة في إيه؟ المشكلة واحنا بنتكلم فيها برضو اللي تتعلق باتحاد الكرة لوحده، خلي عندنا يعني فكر اتساع في الفكر. الموضوع المادي لدى الأندية، الأندية بتأن، مفيش موارد في الأندية. فبدأ العديد من الأندية يلجأ إلى الاستثمار في قطاعات الناشئين. أيوة. وهي كلمة مطاطة للغاية. أيوة. يجي واحد بدل ما أنا في نادي من الأندية بصرف على قطاع الناشئين في السنة مليون جنيه ومفيش عائد بالنسبة للأندية، يجي واحد يقول له طيب أنا هديك 500 ألف جنيه وتسيب لي قطاع الناشئين وكده أنا أعمله استثماري، اللي عاوز يلعب يدفع 7000 جنيه و8000 جنيه و9000 جنيه. فبدل ما الموهبة الحقيقية بتلاقي مكان تلعب فيه، أصبحت المادة هي اللي بتؤثر فيه. فأنا حتى اتكلمنا في الموضوع ده من فترة وقلنا لازم الدولة مع وزارة ممثلة في وزارة الشباب مع اتحاد الكورة مع الأندية لازم على الأقل نادي شعبي في كل محافظة من المحافظات إيدينا في إيديهم نوجد لهم موارد عشان يبقى عنده قطاع ناشئين بعيد عن الاستثمار يقدر إن هو يقدم المواهب لكرة القدم المصرية.
فاحنا فيما يتعلق بتنظيم المسابقات بالناشئين مشينا فيها للطريق المثالي. انا بس دكتور ايهاب، انا اسف جدا للمقاطعه عشان انت قلت جزئيه انا كل يوم تقريبا بتكلم فيها، القصه بتاعه الامور الاستثماريه في الانديه فيما يخص قطاعات الناشئين، ودي هتهدم مواهب كتير جدا. اللي معاه فلوس هو اللي هيلعب، واللي معهوش فلوس حتى لو انت موهوب جدا مش هتلعب. مزبوط. انا في سؤال بقعد اطرحه على نفسي، هل اتحاد الكوره مع وزاره الشباب والرياضه مع الدوله هل يقدروا يعملوا رقابه على الانديه؟ موظف مدرب مسؤول من اتحاد الكوره موجود في اختبارات الناشئين، موجود حتى لو هتشتغل استثماري، بس على الاقل اضمن اللي موجود ده بيختار لعيبه كويسه وناس كويسه، ومحدش يجي يقول لي اصل الانديه كل نادي حر، ما هو اللي في النادي دوت هو اللي هيطلع على المنتخب بعد كده، فاحنا اللي هنشيله، يعني احنا اللي هنشيل اللاعب ده كان كويس او لا. فما اعرفش ايه هي سبل الرقابه على اختبارات الناشئين في الانديه. الموضوع ده انا من وانا صغير بشوفه انه بيشتغل بالحب، يعني حتى لو ما فيهوش امور استثماريه ففي كثير من المجاملات، لابد ان يكون فيه مراقبه، حتى الانديه الكبيره بيبقى فيها مجاملات للاسف. يعني انا سعيد جدا بالكلام مره ثانيه، ويعني مستمتع بالحوار. لكن زي ما بقول لك يا كريم، للاسف الشديد ما عندكش الاليه اللي تديك الحق في ان انت تفرض على الانديه شيء بعينه. فعشان كده برضو احنا فكرنا في فكره وبنتكلم فيها عشان حتى لو كده نطبقها من السنه الجايه. حلو، نفكر. انت قطاع الاستثمار ما انتش قادر، يعني الانديه حره. فاحنا قلنا ايه كمان؟ قلنا طب تعالى فرقة مثلا 2008 2005 2007 اعمل فرقتين اثنين، فريق استثماري بالفلوس، ولازم يبقى عندك فريق مجاني للمواهب اللي مش قادره تدفع يبقى مجاني، واللي يبقى كويس من الاستثماري ينتقل بعد ذلك للفريق العادي، ويلعبوا الاثنين في المسابقات. يبقى النادي انا اديتك فرصه اللي انت تصرف من خلال موارد بتدخلها من خلال حاجه زي دي، وفي الناحيه الثانيه حافظت على المواهب ان هو بيدخل الكويس جدا، النادي يدخل ويعمل له فرقه من غير فلوس، ودي والثانيه تصرف على دي. فدي برضو تفكير بنفكر فيه. وزي ما قلت لحضرتك، احنا مطالبين ان على الاقل نادي شعبي من الانديه في كل محافظه لازم ان احنا ندعمه، عشان وانا بقول للانديه الشعبيه اللي انت كده هتحافظ على الانديه الشعبيه من الاندثار، وفي نفس الوقت هتخلي الانديه الشعبيه ترجع مره ثانيه قطاعات الناشئين بتاعتها تقدم للكره المصريه اسماء جديده. ده اللي احنا بنحلم بيه. ده فيما يتعلق في المسابقات وازاي بنطورها من تحت. المدربين احنا جينا يا كابتن كريم، الرخص التدريبيه كانت متوقفه في مصر من حوالي سنه 2015. مفيش اي رخصه تدريبيه صح خالص صح. بدانا من فضل الله بدات الدورات التدريبيه رجعت مره ثانيه، وكان الدكتور جمال محمد علي بصراحه بذل مجهود خرافي عشان يعيدها، وبدانا بالدورات دي وسي، وفي دوره ايه اتاخدت، وحاليا الدورات اللي موجوده في مصر كان غير معترف بيها مثلا في قاره اسيا او في بعض القارات الثانيه، عشان المحتوى التعليمي اللي كان بيقدم وعدد الساعات كان لا يرتقي الى ان هي تعتمد. لكن النظام الجديد اللي عمله الدكتور جمال مع وجود الاتحاد الافريقي ووجود ممثلين عنه في الدورات، والبصمه اللي بيروح لازم بيبصم لعدد ساعات معينه وعدد تدريبات معينه، فالامر اصبح مختلف تماما. ففيما يتعلق بالمدربين شغالين على تطويرهم من خلال الرخص التدريبيه، بدانا بالاشتراك مع المتحده، وحضرتك عارف ان اثنين هيطلعوا معايشه مع بعض الفرق الاوروبيه خلال الفتره القليله اللي جايه دي، وبعد كده ان شاء الله الاثنين يطلع ثلاثه ويطلع اربعه، وهيبقى تم في تم إن شاء تم الله. تم تحديد اسمائهم ولا لسه؟ لا لسه شغالين فيهم، لكن ان شاء الله المره دي هيبقى في اثنين، اللي بعدها تشوف برضو مواهب التدريبيه الصغيره يطلع ثلاثه يطلع اربعه. فدي بدايه برضو فيما يتعلق بالمدربين. فاحنا شغالين، لكن زي ما قلت لحضرتك الامر النجاح ما هيجي ما بين يوم وليله، انت بتقيس ده كله على نتائج المنتخب الاول او المنتخبات الاخرى. ده هياخد وقت لغايه ما يبقى عندك زي ما قلنا، بلاش اقول كلمه مشروع، يبقى عندك هدف شغال عليه تقدر من خلاله ان شاء الله اللي انت تطور. الحكام زي ما حضرتك شفت بدانا برضو مع اثنين خبراء اجانب، سواء كان مارك لاتنبيرج او مستر بريرا حاليا، مع وجود قامات في عالم التحكيم المصري محدش يقدر ينكرها ابدا، كابتن عصام الفتاح، كابتن جمال غندور، كابتن شناوي، عندنا اسماء كثيره جدا جدا جدا، كابتن وجيه فلكن برضو احنا ماشيين على عمليه التطوير في حكامنا، وان شاء الله نصل
الى المستوى اللي احنا نثق به ان احنا يكون عندنا حكامنا في الدوريات الكبرى اللي هم مشرفينا حاليا، سواء كان امين عمر ومعروف وطبعا محمد عادل وبنا وابو الرجال وعاشور واحمد حسام طه، ودول كلهم موجودين في كاس الامم، وشفنا اداء اكثر من رائع للتحكيم المصري. عندنا حكام صغيره طالعه ان شاء الله تنبئ وتبشر بالخير خلال الفتره القادمه، فده اللي احنا شغالين عليه. لكن السوشيال ميديا للاسف الشديد يعني النقد من اجل التجريح وليس من اجل الاستفاده، وده اللي انا بزعل منه جدا. انقدني فنيا كما تشاء دون التجريح ودون الخوض في امور اخرى. دكتور إيهاب الكومي عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، انا حقيقي بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.